لم تعترف قطر يوماً بالمساحة الجغرافية معياراً لحبك خيوط الدور المتقدم مع الجوار، بل اجتازت بالإرادة والرؤية والتخطيط المعابر الحدودية، فإذ بالحجر مركزاً يؤنسن العلاقة بين البشر. من نافذة مربعة تخال مدى الرؤية منها ضيق، يشع بريق حوارات شابة تبرع في تدوير زوايا النقاش بدبلوماسية، بإيقاع حيوي وبحنكة في سرد الصياغات وببلاغة في منهجة الحجج، لتدرك حينها أن رؤيتنا عابرة للحدود. بخلاف أي بطولة أكاديمية أخرى، تنطلق البطولة الدولية للمناظرات بأهداف فريدة لا يأسرها الطابع المحلي، بل يشرع العالم لها أبوابه فتحظى بمشاركة جنسيات مختلفة. ولم تعد المناظرات محصورة بالإطار التنظيمي للبطولة، بل تعدتها إلى كونها ثقافة جديدة تغزو البيئة الشبابية. وللغاية أبرمت اتفاقيات شراكة وتعاون عديدة مع عدد من المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية، ليخال إليك مشهد المتنافسين اليوم كأنهم مرجان متلألئ في بحور الحوار. وللغة الضاد حصة مباركة من فن التناظر، اللغة العربية تقطع أميالاً في رحلات انتشار منهج مادة التناظر بإشراف مركز مناظرات قطر، الذي يلعب دوراً رياديًا في النهوض بلغة الأسلاف إقليمياً ودولياً، حتى باتت العديد من الدول تعتمد مادة المناظرات باللغة العربية مادة حيوية في الجامعات، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية. حطت سفينة منهج المناظرات سطح كواكب علمية، سبح روادنا في فضاء أرقى الصروح التعليمية لشرح وتقديم أسس فن المناظرات وفق معايير مركز مناظرات قطر. وحرصاً على تهيئة الأرضية لفئة الشباب، فإن مشروعنا لم يقتصر على المستوى الجامعي فقط، بل امتد إلى المراحل الثانوية في خطوة موازية. فمشاركة هذه الجامعات في النسخات السابقة من البطولة الدولية ورفعة سمعة المناظرات مهدت لاتفاقيات يؤمل منها تثبيت اعتماد هذه المادة في مناهجها. ولا يتوقف طموح المركز عند حد تنظيم البطولات مستقبلياً في أرض اليانكيز، فإضافة اللغة العربية عبر المناظرات إلى قاموس الأمريكيين ومنافستها لغات الإسبانية والألمانية والفرنسية والصينية بند يحتل سلم الأولويات، ودخل حيز التنفيذ بإشراف وإدارة من يستحقون لقب حراس اللغة.